بعد ما انتقعت اللحمه جبنا نلفها هاي حطيناها هنا 10 دقائق 10 دقائق ايوه بس اعطيه حرجيه بلاش بس خواعي ضروري ايه لانه بده يطبخ تطبخ الشيف ليلى هسه سيدي يعني بس مطبخ سياسي مطبخ مطبخ هذا يعني شرف الي اولا واخرا تعال وقفي حدنا ايوه كيف شيف ليلى هي خلص ما في فقر باذن الله ما بتحكي سياسي بتطبخ خلص ما في فقر تمشي امورك خلص خلص شغال ممتاز يلا يلا قول يا رحمن يلا طلع واحده واحده يلا ايوه ابدا تمام هاي الحاله هيك يلا شوي ايش تسوي نحط شوي من الصوص كمان اه بتشيل اللي قاعدين بالكعب اه هن فكرهم انه هربوا تعالوا لهون في معلومة في حركة خاطئة كثير بيعملوها مرات سيدات البيوت انه بلفوا الاكل مباشرة بالفويل بالالومنيوم فويل كثير غلط لانه الفويل على بهارات او الاسيد اللي من الحامض او من اي شيء بيتأفسد وبفوت على قلب اللحم كثير مضر مسرطن فدائما لازم لما لما تكونوا عم تستعملوا الالومنيوم فويل تحطوا بقلبها ورقة زبدة مثل ما الشيف عمل لتعزلوا اللحم او اي شيء عم تطبخوه عن الالومنيوم ايش بدك نطول هلا اي شيء بدك اياه يلا يا استاذ محمد يلا هذه الرقبه لا عم بتحذروا عم بتحذروا انت هلا بدك اياه شوف وفاء وضحي يعني ايش النقطه المهمه هاي الرقبه برافو ايوه تفضل شيل البهارات من الكعب يلا شوي بهار يلا بدك تشتغل فيها يلا هات ها شويه بهار من تحت ايوه هلا روح عند مرتك وقول لها طبخت رقبه انا اليوم ايوه روح لا بدي تجيب لك رقبة على البيت اذا حكت لي اعملها تطبخ شو بدي اعمل تمام تمام هيك هلا بلشت فرع الزبده انت وراجع من الشغل تمرق بتجيبها دليفري بتظبطها وبتحطها بالصحن ابدا بالضبط برافو برافو تمام سوا سوا هي كمان كان لازم نصورك بالتليفون لنوثق اللحظه كمان وحده انه انت طبخت رقبه هي كله مصور في شيء مش مصور كله مصور بس بالتليفون مصور شباب